طيب انت بتقولي ان انت رحت الصين، رد فعل الناس على الفيديو بتاع الصين، الكومنتس اللي بتجيلك على المحتوى ده كانت عاملة ازاي بعد موضوع كورونا كمان؟ هو كان الصين اتصورت قبل كورونا، بس هي نزلت وقتها يعني في وقتها وقبلها بشوية، بس كان رد فعل الناس اكتر عن الثقافة في الصين، وعن يعني مثلا رحت اسواق الفيك، اسواق الحاجات اللي هي التقليد، فدي كانت برضو حاجة جديدة ان الناس تشوفها، ان دي الاسواق اللي بيقلدوا فيها الماركات المشهورة. الاكل الصيني اللي هو غالبا مختلف تماما عن اكلنا، فتحس ان في زي غرائب وعجائب كده في الصين احنا مش متعودين عليها، طبعا. كان كل ده طبعا لفت انتباه الناس. طيب الفيديوز بتاعتك مش فيديوز عادية، يعني احنا ممكن نقول عليها ان هي زي فيلم وثائقي، انت ازاي بتجمع افكار الفيديوز بتاعتك؟ وهل مثلا انت بتقرأ ولا بتتفرج على خرائط؟ في حد بيساعدك؟ بتظبطها ازاي؟ والله هي لحد دلوقتي ماشية بركة دار الوالدين. الحمد لله. لا هي الفكرة ان انا مهتم جدا بالسفر، وزي ما قلت لك الاستكشاف وكده، فبحاول ان انا دايما يعني اخش اقرا عن حاجات، اخش اسرش على حاجات، اشوف ايه المختلف في المكان ده ممكن انا اعمله، وبعد كده اقرا عنه، وبعد كده لو انا حاسس ان في فكرة ممكن تطلع منه ابدا ان انا اكون الفكرة دي واشتغل عليها، وبعد كده طبعا ابدا ان انا اسافر واصورها. سافرت كام بلد لحد دلوقتي؟ لا مش كتير يعني، ممكن كلهم مثلا ممكن 9 10 يعني، 9 10 بس بتفصفصهم بقى صح؟ يعني بنجيب حاجات من هنا ومن هنا كده يعني. طيب انت اللي بتكتب لنفسك وبتعمل مونتاج للفيديوز بتاعتك ولا في حد بيساعدك؟ لا انا اللي بعمل كل حاجه، انت كل اتعلمت حاجه كل حاجة يعني وان مان شو؟ بالظبط وان مان شو، بعمل انا كل حاجه، التصوير، الايديتنج، كل حاجه انا اللي بعملها.